والضغط العصبي ارجع يا احمد. في ضغط جامد للشباب، لكن الحمد لله ما شاء الله خير. الشباب قد اداء جيد الحمد لله، النتيجه الفريق حرك خلاص ان شاء الله باذن الله يطلع لمده 32 ان شاء الله. عايزين نعرف سر الخلطه بين التوأم وبين مجلس اداره النادي المصري. لا احنا كلنا كبورسعيديه بنحبهم كلاعيبه وبنحبهم. تعال عليا يا طارق، تعال عليا يا طارق، في اتفاق عند اهل الجامعه. تعال عليا يا طارق ان شاء الله باذن الله لغايه ما يحققوا او يروحوا المنتخب ان شاء الله باذن الله. اهلا بحضرتك، اهلا بيك.